ديلي هي قرية جبلية في جنوب الإكوادور في واحدة من المناطق الأكثر تضرراً من الهجرة. هنا العديد من الأسر تترقب عودة أحد أفرادها الذي غادر ليجرب حظه في الولايات المتحدة. إنه حال نوبة التي رحل زوجها قبل 10 سنوات فيما لا يحلم ابنه البالغ من العمر 14 عاماً سوى باللحاق به. أمل في أن يعود، سأظل دائما هنا في انتظاره إذا أراد أن يعود بطبيعة الحال، وأمل في أن يعود في سن تكون صحته فيها جيدة وليس كما هو الحال في كثير من الأحيان كالجثة. في السنوات الأخيرة سمحت الأموال التي يرسلها المهاجرون ببناء منازل فخمة ما يدل على نجاح أصحابها في الخارج، ولكن لم يكتمل بناء جميعها دائما. فاليوم تعاني القرية من غياب الكبار، ومن بينهم أزواج يغادرون أحيانا تاركين أبناءهم وراءهم، ما تسبب ليس فقط في نقص اليد العاملة ولكن أيضا في الانحراف الاجتماعي والفشل في المدرسة. تم التخلي عن معظم الأطفال الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج. هم يعيشون مع أجدادهم أو العمات والأعمام، وهم في الغالب من الأميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. يقولون إنه لا يوجد أمية في هذا البلد، وإنما هو عكس ذلك تماما. المشكلة الأخرى تكمن في كون بعض القاصرين يحاولون عبور الحدود مع الولايات المتحدة للالتحاق بآبائهم مقابل 10,000 دولار يعرض عليهم المهربون، وهم يعرفون باسم الذئاب، نقلهم بالقوارب إلى غواتيمالا ثم قطع المكسيك وعبور الحدود الأمريكية. رحلة محفوفة بالمخاطر، فغالبا ما يكون القاصرون فريسة سهلة للجماعات الإجرامية، ومنهم من لا يعودون أحياء. هذا العام لدينا رقم رهيب، سافر أكثر من 600 طفل لوحدهم. العام الماضي كان عددهم 200 وأقل من 100 في العام الذي سبقه. إذن هذا العام كانت لدينا هجرة واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. ويعتبر وصول الآلاف من هؤلاء الأطفال الآن أزمة إنسانية في الولايات المتحدة. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد غادر 1.5 مليون إكوادوري البلاد بين عامي 1999 و2005 لأسباب اقتصادية.